يا صباح الخير والجمال والسعاده على كل حضراتكم، نهاركم جميل جميعا ان شاء الله، واهلا بكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده طبعا كالعاده عندنا موضوعات كتير نتكلم مع حضراتكم فيها، خصوصا في ضوء المستجدات اللي حصلت ما بين الايام القليله القادمه والساعات او الماضيه والساعات القليله الماضيه، لان احنا طبعا شاهدنا مجموعه من الاحداث والمباريات اللي تستحق ان احنا نقف عندها ونتناولها بشيء من النقد والتحليل. صباح الفل عليكم وصباح العسل. صباح لذيذ. يعني ربنا يكرم. صباح لذيذ. صباح الخير عليك كريم وعلى حضراتكم. بدايه الاسبوع و10 الصبح في الاهلي، وكل اسبوع كده بيبقى يعني بيحمل معايا اخبار مختلفه، وزي ما بيتقال احداث كمان بتبقى مختلفه. طبعا زي ما كريم اتكلم، احنا امبارح يعني شاهدنا واحد من اكبر الماتشات اللي اعتقد ما كانش فيه حد من عشاق كره القدم يعني ما كانش بيحبه، يعني كره القدم او ما تابعش هذا الماتش. يعني امبارح العالم كله كان بيتابع طبعا هذا الماتش اللي بيجمع بين عظماء اوروبا، حاجه كانت محترمه، لعب كان عظيم، ولكن ربما النتيجه للبعض طبعا من الناس اللي كانت بتشجع ليفربول ما كانش النتيجه الامثل طبعا او الافضل طبعا. والناس اللي او عشاق محمد صلاح ما كانتش برضو النتيجه الامثل بالنسبه لهم، لكن في كلام كتير هنقوله وفي يعني زي ما بيتقال كده تصريحات وكواليس هنتكلم مع حضراتكم فيها طبعا. بس خلينا ننوه طبعا في البدايه زي ما احنا متعودين الفقرات، يكون معانا كابتن فتحي النصير، هو نجم النادي الاهلي السابق، وطبعا الفقره الثانيه زي ما احنا متعودين كل حد بيبقى معانا فقره طبيه، دكتور دينا ابو السعود هتكون معانا، وهنتكلم هنا عن تكوين خلايا الدم، وده ملف اعتقد برضو يا كريم في غايه طبعًا الاهميه. طبعا خلينا نبدا بقى كده سريعا وهنروح للخبر الخاص طبعا بليفربول. بس قبل ما ندخل اخبارنا، انا عايزه انا وانت كريم نتكلم شويه على قصه هنا ناقشناها قبل كده واتكلمنا فيها كتير وزملائنا كتير اتكلموا فيها، وهي فكرة السياحة الرياضية، وازاي ممكن من خلال اللقطات الصغيرة او ان انت تستغل وجود مثلا نجم من نجوم العالم النجوم العالمية في بلدك، ان انت ممكن تروج للسياحة بشكل كبير جدا. الفكرة هنا انك تحط بس او تستغل اللي بيحصل. توتي كان عندنا على سبيل المثال طبعا، كان موجود كمان امبارح، ورونالدينيو قبلها، وشخصيات عالميه كتيره جدا كانت بتبقى موجوده وليها عشاق وليها متابعين من العالم كله. ففكره ان انا استغل ده وان انا ابدا اروج ليه وان انا ابدا كمان يعني اعمل زي شراكه مع النجم ده واوديه اماكن سياحيه بتاعتي مختلفه، وان انا كمان ابدا ان انا استغل ده من خلال يا كريم ان انا مش بس اروج للبلد، ان انا اغير فكر، ان انا يعني اخلق روح جديده، ثقافه جديده عند العالم عن مصر، حاجه بتهيألي بتفرق بشكل كبير جدا. فانا بس حبيت ان انا ابدا بالنقطه دي يا كريم، طبعا انت يعني لو هتتفق معايا اكيد، لان يعني طبعا ده شيء يهمنا كلنا، وخصوصا ان احنا في الكام سنه اللي فاتوا لوحدهم الحقيقه مصر قدرت ان هي تحصل على استحسان العالم كله من خلال حسن تنظيمها لبعض البطولات طوال الفتره الماضيه. والحقيقه عايز اضيف كمان على الكلام اللي نهاوند بتقوله، ان فعلا من هذا المنطلق ايه المانع بما اننا ناجحين جدا في تنظيم كل الايفنتات الرياضيه المهمه في مختلف الرياضات الجماعيه وكمان الفرديه، يعني ايه المانع ان احنا نستضيف مثلا حاجه زي بطوله السوبر لدوله من الدول الخمسه الكبار؟ يعني مثلا ايه المانع في ان احنا مثلا نخاطب الاتحاد الالماني مثلا لتنظيم بطوله السوبر الالماني في مصر، ونشوف نجوم البايرن ميونخ وهم موجودين عندنا في استاد القاهره، وطبعا هيكون في حضور يعني عظيم جدا جدا والعديد من الرحلات السياحيه من جانب جماهير البايرن ميونخ، ده غير نجومهم اللي اكيد زي ما كانت نهاوند بتتكلم كل واحد منهم على حده على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقه بيه، واللي ليه من خلالها الملايين من العشاق حول العالم يشوفوا الصور دي كلها. دي حاجه هتدي انطباع كويس جدا عننا وهتبين الصوره الحضاريه العظيمه لبلدنا. نفس الكلام لو طلبنا استضافه السوبر الفرنسي ويحضر نجوم فريق زي باريس سان جيرمان مثلا ميسي ورفاقه، اكيد الدوري الانجليزي اكيد او السوبر الانجليزي ليه وضع شديد الخصوصيه، ويعني كاس الدرع الخيريه صعب ان هو يقام خارج انجلترا، بس احنا بنتكلم على المبدا ذات نفسه بالزبط. دي حاجه هتعود علينا بالنفع وعلى عده اصعده الحقيقه. بص عشان بس نختم الموضوع ده، واحنا اتكلمنا فيه برضو في حلقات كتيره، لان ملف السياحه الرياضيه يمكن من الملفات اللي انا وكريم عندنا تبني فيها يعني او عنها. في ملايين بتدفع من بعض الدول يا كريم علشان يبقى في ترويج للسياحه بتاعتهم، وكمان بيخلقوا يعني زي ما بيتقال كده يعني اماكن سياحيه، بيخلقوا تاريخ، بيخلقوا تراث، بيخلقوا زي ما بيتقال فاهم حاجه طبعا. انت عندك طبعا كل حاجه بقى زي ما بيتقال كده، او بتكلم لغه بسيطه، انت عندك كل حاجه، بس انت ناقصك شويه ان انت تعرف ده او توزع ده بشكل كمان اقل تكلفه. فزمان يمكن كان المفروض يبقى في بادجت كبيره وحاجات زي كده،
دلوقتي السوشيال ميديا سهلت المواضيع دي جدا طبعاً. بقت السوشيال ميديا وسيله ان انت ممكن توصل للعالم كله من خلالها وباقل تكلفه على فكره، ما هياش صحيح. حاجه كبيره صحيح. فالصوره زي ما كنا بنتكلم من توتي او غيره، العالم كله شوف كم مليون هيشوفها، ممكن تكون احسن بكتير من حمله دعائيه معموله مليون في المية. لو انت فكرت فيها كمان كومبيرنج للبادجت هنا وهنا، وده حصل اليومين اللي فاتوا مع رونالدينيو، وحصل في 2019 قد ايه بالظبط. في 2019 لو حضراتكم تفتكروا كان برضو راموس موجود في مصر في وقت من الاوقات وبرضو نفس التغطيه الصحفيه العالميه. احنا بنتكلم على نجوم العالم، يعني كاميرات كل الصحافه الرياضيه بتلاقيهم بتطاردهم في كل مكان، فهم موجودين بقى بالصدفه في بلدنا حيث الجمال وحيث الطبيعه وحيث حاجات كتيره جدا بنشوفها منعكسه في صور بيصيرها النجوم دول، طبعا حاجه في منتهى الاهميه. تعالى بقى نروح لحديث الساعه زي ما بيتقال. أيوة أيوة. وماتش امبارح طبعا تاني هرجع اقول تحت عنوان ماتش فعلا عظيم جدا، نتكلم عن ليفربول، نتكلم عن صلاح، ويعني فعلا فعلا والحق يقال ومش بشهادتنا احنا، بشهاده العالم، امبارح كان في ماتش اتقدم بشكل ولا اروع حقيقي. لكن العبره برضو يا كريم بالنهايات، للاسف الشديد هي دي كره القدم. كره القدم ربما ليست عادله، ربما انت مش الفريق اللي لاعب الافضل، ربما مش انت الفريق اللي ادى الاداء الامثل، ربما مش انت الفريق اللي قدرت ان انت يعني تبذل ما اقصى او اقصى جهد عندك، لكن ممكن تكون انت اللي فزت في الاخر. ده شفناه امبارح، ده حرفيا او ليترلي زي ما بيتقال، ده شفناه امبارح. ليفربول امبارح كان الافضل، ليفربول امبارح كان الافضل، محمد صلاح امبارح كان الافضل، بس هل ده ادى في النهايه الى الدرجه او النتيجه اللي احنا عايزينها؟ للاسف لا. عشان كده هنرجع نقول تاني كره القدم ليست عادله. الريال تاني لعب على الهجمه المرتده، احرز هدف طبعا زي ما حضراتكم شايفين او عارفين في الشوط الاول، وتم بعد كده الغائه، وبعد كده احرز هدف تاني في الشوط الثاني. والحق يقال برضو يعني حارس المرمى كورتوا، يعني الواحد يقول ايه، ما هو لازم يتقال الحق بصراحه، حاجه مش عاديه. يعني انا من وجهه نظري امبارح كان ليفربول بيلعب كورتوا لوحده، ما كانش يعني كورتوا حارس مرمى اكثر من رائع، يعني لا 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 مش معقول. بس طبعا بصعيد احنا بنحاول ان احنا ما نخشش في تفاصيل كلها دلوقتي في الفقره طبعا مع كابتن فتحي هنتكلم، بس اصعيد من الكلام ده برضو كان في بعض الاحداث اللي ما كانتش ربما الافضل، وهي اللي حصل من الجماهير طبعاً. يعني انا كنت فاكره يا كريم ان احنا عندنا بس في يعني عندنا في الدول بتاعتنا او غيره يقول لك ايه الناس تروح من غير تذاكر، طلع ان دي عاده في العالم كله، يعني مش حد احسن من حد على فكره. امبارح كان في مشاكل كتيره جدا وحصل تاخير للمباراه بسبب الجماهير طبعاً. بعض الاشخاص راحوا من غير تذاكر، كانوا عايزين يدخلوا بالعافيه، ومفيش بقى هناك الكلام ده خالص. لا ما لا وما لما لم يسرهم يعني الشرطه الفرنسيه حاجه يعني تعاملت بمنتهى الحزم الشرطه الفرنسيه مع هذا الامر الحقيقه، ومن اول دقيقه، يعني لان احنا بنتكلم في الاخر على حدث عالمي، فبطبيعه الحال لازم يتعاملوا معاه بهذا القدر من الحزم، عشان يعني ما يسيبوش شويه جماهير او شويه اشخاص يقرصنوا على الجماهير، كانوا عايزين يعني يسرقوا التذاكر من الجماهير ويدخلوا المباراه. ولكن طبعا الكل كان يعني ملتزم بتعليمات الشرطه، وتمت السيطره على هذا الامر اللي نتج عنه ان بدايه المباراه اتاجلت لحوالي 25 دقيقه او نص ساعه يعني. لكن الحقيقه امبارح كلنا يعني كتير قوي 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 مننا الحقيقه امبارح نمنا متعكنين عشان عكننه محمد صلاح، لان محمد صلاح في الفتره الاخيره في كميه ابس اند داونز كتيره جدا مر بيها الحقيقه، واحنا بنتكلم على حد مقاتل بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طبعا كانت لقطه لطيفه جدا لما امبارح اتفرجنا على الجماهير اللي كانت حاضره هذا اللقاء، وبالمناسبه اللي منهم كانوا من جنسيات مختلفه، الكل كان بيتغنى بمحمد صلاح اللي هيفضل طبعا فخر لمصر ولا العرب والشرق الاوسط، اما كانش فخر للعالم كله، لان فعلا احنا بنتكلم على لاعب استثنائي قلما يجود الزمان بمثله. امبارح مع نهايه اللقاء لما نسمع تصريحات كارلو انشيلوتي وتصريحات البعض كمان من لعيبه الريال مدريد، يعني ما تسمعوا الكلام ده من الخصم، لا دي شهاده واشاده ليها ثقل ان محمد صلاح ده بمعناه يعني يستحق انه فعلا يكون في صفوف الريال مدريد، وانه واحد من اعظم لاعبي العالم، ودي حقيقه ما فيهاش اي مبالغه باي حال من الاحوال. النقطة كمان كريم، لو احنا قبل ما نقفل هذا الملف، يعني انت زي ما قلت في ناس كتير جدا شكرت في محمد صلاح، في ناس كتير جدا يعني كانت بتنتقد، وده كان غريب قوي بقى. يعني هنا بقى تعالى بقى نقف معلش لحظة، لما انت تيجي تتكلم دلوقتي وتبتدي تقلل وتقول يا عم صلاح حاجات زي كده كتبت امبارح، ويعني فين الثأر وفين اللي انت هتحققه وفين وفين، تحس ان الناس دي تصعب عليك، يعني ما تزعلش منها،
والله عزيز. ولا تعلق، الناس دي تصعب عليك، لان الناس دي انا من وجهه نظري بتكون اشخاص يا كريم انهزاميه اصلا في حياتها. فقصه ان انا اقعد شخص مش محقق حاجه في حياتي وبعدين اروح ادور على النماذج الناجحه في المجتمع وابتدي اشمت لو اي حد او نموذج ناجح، ربما مش هقول فشل، هو ما فشلش على فكره، محمد صلاح عمره ما فشل في حياته الرياضيه لحد دلوقتي، هو يمكن لم يحقق هدف معين عشان ما حققش هذا الهدف. هو بالنسبه لهذا الشخص الانهزامي الحديث بتاعه اللي هو ايه، بص بص ما هو زينا اهو، هو ما بينجحش، بص بص مش عارف، يبتدي التعليقات اللي ملهاش معنى. تاني هرجع اقول الناس دي بتصعب علينا، يعني لا اكثر لا اقل. انت مفروض في اي وقت بتكون شايف المشهد سليم، عادي يا جماعه ده بيحصل، بس امبارح محمد صلاح لعب ازاي، كان مستواه ازاي، هو ده اللي انت علق لي عليه. من اجمل يعني ماتشات عمره على الاطلاق اللي لعبها امبارح. وبالمناسبه يعني الناس اللي انت بتتكلمي عليها دي، بصي يعني هوند الفكر ده موجود عند البعض من الناس، تحديدا من الناس زي ما انت بتقولي اللي ما حققوش اي حاجه، بيبقى اسهل لهم بكتير ان هم يحاولوا يهدوا الناجح اللي قدامهم عن ما هم يبقوا زيهم، عشان يبقى زيهم، هو عمره ما هيبقى زيهم طبعًا. بس محاوله طبعًا ان هو يبقى زيهم طبعًا. على كل حال خلينا بقى ننتقل لملف تاني، لان طبعا لسه عندنا كلام كتير، بس زي ما كنت بقول لحضراتكم في الفقره ان شاء الله بكره بقى خلينا نروح لينا ونتكلم عن النهائي المرتقب الاهلي ان شاء الله والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا. بنتكلم الساعه 9 مساء ان شاء الله بتوقيت القاهره على يعني ملعب محمد الخامس. الجماهير بقى، وده اللي يهمني في الخبر ده كله، الجماهير بدات بالفعل ان هي تسافر عشان تساند الاهلي، وحضروا كمان جزء كبير جدا من مران الفريق ده، كان بالامس طبعا. وعايزه اقول لحضراتكم يعني هتافات كانت كتيره جدا وحاجات تحفيزيه، ده من دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، هدافات اكتر من رائعه، كان في روح جميله جدا، هو ده اللي احنا عايزينه. كل ده كان موجود امبارح وده هيفضل موجود ان شاء الله ليوم المباراه زي ما احنا بنتكلم. والثقه اللي بيدوها، يعني الثقه اللي بيدوها برضو للفريق ما كانتش سهله يا كريم، هو ده اللي احنا بنتمناه في الاول في الاخر. انت نفسك يعني يبقى عندك برضو ما تحسش بغربه من الاخر، يعني ما تحسش بغربه، ولا يفرق معاك بقى انت بتلعب على ارض الخصم، بتلعب فين، التحكيم ازاي، الارض ازاي، الجو ازاي، طول ما انت حاسس كده ان في دعم ودعم على الارض، اعتقد ده غير طبعا الملايين اللي بيتفرجوا عليك والملايين اللي بتساند في العالم كله، فبتفرق كتير جدا يا كريم. طبعا مليون في الميه. وعايز اقول لك الكام يوم اللي فاتوا كان في برضو من ضمن الفيديوهات اللي انتشرت بشكل كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي في تمرينه من التمرينات الخاصه بالفريق بالنادي الاهلي، كان في واضح ان طبعا الملعب كان مقفول بالكامل على لعيبه النادي الاهلي عشان يركزوا في التمرين، ما كانش في اي بني ادم في الاستاد غير واحد بس، واحد مشجع اهلاوي يعني هوان مصري قعد بقول لك لوحده في الاستاد. عايز اقول لك مالي الدنيا تشجيع، بيشجع بكل ما اوتي من قوه. اللقطه دي كان لطيف جدا، كابتن خطيب وكابتن خطيب راح له، حاجه جميله جدا، ودي روح الجماهير النادي الاهلي اللي اكيد بتنعكس بكل الايجاب على الاداء بتاع الفريق. بص انا ما كانش عندي شك يا كريم ابدا ان الجماهير هتروح طبعا. يعني يقول لك ايه، يقول لك هو في حد هيقدر، كل الناس هتقدر تتكلف 10,000 مع ال 3,000 اللي الاهلي هيشيلهم، يعني برده مبلغ، يقول لك طب انا لو قسطت ما انا كده هدفع 1000 في الشهر برده، بيتي اولى مش عارف ايه. على فكره لما بيبقى حد بيعشق حاجه، ولما حد بيبقى بيعشق هذا النادي اللي هو بيشجعه بقاله سنين، النادي اللي بيربطه بيه حاجه قويه جدا، ما بيبقاش فارق معاك الكلام ده. يعني عايز اقول لك على حاجه، ممكن يلغي بنود اساسيه من حياته علشان يسافر ويبقى في طهر الاهلي، وده حصل على فكره وكيسز كتير جدا شفناها وسمعنا عنها، يعني فده الواقع. على كل حال تعالوا بالمناسبه بقى تعالوا نتعرف على الوضع حاليا عامل ازاي بالنسبه للاعبتنا المتواجدين في المغرب. هنروح للايف فيو لكواليس بعثه النادي الاهلي في المغرب واستعدادات النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي بكره ان شاء الله في الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. معانا الزميل العزيز فاروق صلاح عشان يقول لنا التفاصيل. فاروق صباح الفل عليك، انا مش هسالك، انا عايزك انت اللي تقول لنا كل كبيره وصغيره بتحصل شامله الحاله المعنويه للاعيبه والجهاز الفني، اتفضل. طبعا صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وصباح الفل على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي بتوقيت القاهره، 9 صباحا بتوقيت المغرب. طبعا يا كريم انا عايز اخد المشهد من كلامك وكلام نهاوند على الامس ومباراه نهائي دوري ابطال اوروبا، اللقاء اللي جمع ما بين ريال مدريد وليفربول. يعني الامس تقدر تقول يعني اللعيبه كلها كانت طبعا بتتابع هذه المباراه اللي رفعت كتير جدا من الدوافع النفسيه عند اللاعبين، الغالبيه العظمى طبعا من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني.
كانت طبعا متعاطفه مع الفريق ليفربول، بينما مستر ميشيل يانكون طبعا يعني كان متعاطف طبعا مع ريال مدريد، طبعا تعاطفا مع تيبو كورتوا الحارس البلجيكي، وكان في قمه سعادته لمستوى تيبو كورتوا. ايضا يعني كان موجود معه طبعا اليو ديانج من المحبين لريال مدريد ومن مشجعين لريال مدريد. بالمناسبه على هذا الكلام يا كريم ويا نهاوند، طبعا القاعده بتقول ان النهايات تكسب ولا تلعب، وده اللي احنا شفناه بالامس. مستر بيتسو موسيماني كان ليا حديث معاه قبل المباراه اليوم، انت هتشجع ريال مدريد ولا ليفربول؟ قال لي انا من مشجعين ريال مدريد، ولكن النهارده انا متعاطف وبساند طبعا محمد صلاح وساديو ماني من اجل القاره الافريقيه. اروح معاكم بقى لاخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمباراه الغد ان شاء الله. المباراه اللي هتكون في تمام التاسعه بتوقيت القاهره، الثامنه بتوقيت المغرب. أمور كتير جدا مهمة في هذه الاستعدادات للنادي الأهلي، وطبعا دور جمهور النادي الأهلي زي ما انت قلته. لكن خليني أبدأ أنه يعني خلال الدقائق هيتم إجراء المسحة الطبية المحددة من قبل البروتوكول الطبي للاتحاد الافريقي لكرة القدم. عقب المسحة الطبية اللي هيتم إجراءها للاعبين، يكون هناك الاجتماع الفني اللي هيتم من خلاله تحديد أكثر من أمر، اللي هيبقى فيه بعض طبعا الممنوعات اللي هيتم تأكيد عليها والتجديد عليها من قبل مسؤولي الكاف. كان ابرزها طبعا اللي لمسناه في الفتره الاخيره ان هم شددوا على عدم وجود الشماريخ، عدم وجود استخدام الليزر، عدم القاء الزجاجات. دي امور طبعا هيتم التاكيد عليها من قبل مسؤولي الكاف مع مسؤولي النادي الوداد والمنسق العام للمباراه. ونقدر نحسم امر تم حسمه من خلال الايام الماضيه، ان ظهور النادي الاهلي هيكون بالزي الرسمي للنادي الاهلي وهو الرداء الاحمر طبقا للقرعه اللي تم اجراءها، وان النادي الاهلي اصبح الفريق رقم ايه في ارض الملعب. فاذا النادي الاهلي هيكون بالزي الرسمي. عقب الاجتماع الفني هيكون في المؤتمر الصحفي لكلا الجهازين الفنيين، سواء مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي او وليد الرجراجي المدير الفني لنادي الوداد. عقب طبعا الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي هيكون في وجبه الغداء للاعبي النادي الاهلي في تمام الساعه 2:30، ثم محاضره لمستر بيتسو موسيماني، ثم التوجه إلى مركب محمد الخامس لإجراء التدريب الرئيسي للنادي الأهلي على مركب محمد الخامس في تمام الساعة 8:00 بتوقيت المغرب، اللي هو نفس توقيت المباراة. لو هنتكلم بقى يا أمير يا كريم على الفترة الماضية وعلى استعدادات الفريق، حالة معنوية كبيرة جدا للاعبين. أنا نهاوند ارتفاع الروح المعنوية طبعا بالنسبة للاعبين، وتوافد جماهير النادي الأهلي من كل مكان موصل رسالة للاعبين، احنا في ظهركم، احنا معاكم. بالنسبة للمشجع اللي انت قلت عليه، يعني هنتكلم عليه كريم واتكلمت عليه نهاوند، المشجع ده قادم من النرويج والواحد واقف في الاستاد طبعا زي ما اتكلم، ودي الكلمة او يعني الشعار اللي بنقول عليه انا الاهلي اللي ربى وعلم بكلمة حب مسموعة. لواحد واقف في الاستاد بيشجع بيتكلم بيأزر. كابتن محمود الخطيب اصر ان هو يعني يروح للمشجع لحد عنده ويقول له انا بشكرك على يعني على تشجيعك، وبشكرك انك لوحدك موجود في الاستاد، وادي تذكره الحضور اللقاء. كلف الكابتن سمير عادلي باهداء هذا المشجع تذكره الحضور المباراه. ايضا الكابتن محمود الخطيب كرم واحد من المشجعين اللي كان موجود خارج الاستاد، رافع علم مصر بيحيي جمهوريه مصر العربيه طبعا، ويعني طبعا يا نهاوند عارفه الدور الوطني للنادي الاهلي. المشجع كان بيحيي بيشجع مصر وبيشجع النادي الاهلي، اصر الكابتن محمود الخطيب على حضوره الى المقر اقامه واهداء قميص للنادي الاهلي. زي ما انت قلت يا نهاوند النقطه المهمه، ان جماهير النادي الاهلي عامله لوحه جميله جدا في توافدها، في مساندتها، في مؤازرتها. نتمنى ان شاء الله انها هتكتمل على أرض الملعب إن شاء الله في 90 دقيقة أمام فريق الوداد، وإن شاء الله تكون مباراة موفقة بإذن الله، وفريق النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي تعود بكأس البطولة بإذن الله. طيب فاروق، يعني بصبح عليك طبعا مرة تانية، وأنا عايزة أروح معاك لحتة الجماهير. يعني أنا عايزة تنقل لنا المشهد، إحنا بنتكلم إن عايزين نحشد على قد ما نقدر الجماهير. يعني عايزة أقول لك هنا، إحنا أصلا على المستوى الشخصي أنا وكريم ناس كتير جدا بتقابلنا وبتقابل أي حد ليه علاقة بين نادي الأهلي وقناة الأهلي، عايزين نسافر. كم ناس غير عادي يشوف على السوشيال ميديا وغيره، ولسه كنا بنقول ناس ممكن يعني تشيل من البنود الأساسية في بيتها عشان تقدر إن هي توفر الفلوس
فلوس وتسافر، فانقل لنا المشهد هناك قد ايه في تقريبا نسبه يعني مصريين موجودين او حتى من مشجعين النادي الاهلي. احنا عارفين مشجعي النادي الاهلي مش بس من المصريين، عايزين نطمن منك من هذه النقطه. والنقطه الثانيه طمنا كمان على الاستعدادات انت قلت لي على الحته النفسيه، بس انا عايز اعرف مش بس نفسيه، عايز اعرف الاستعدادات كلاعب للنادي الاهلي والمباراه خلاص اللي بقى ان شاء الله بكره والبطوله اللي كلنا بننتظرها منهم، فيعني الروح دي موجوده. ان الهالي انا وكريم يا فاروق منك لو سمحت اتفضل. يعني خليني اقول لك انا هوند في الامر الخاص بالجمهور هنتكلم في شقين، الشق الخاص بجمهور الوداد واكد لك خلاص ان تذاكر المباراه نفذت بالكامل، يعني كان من المقرر ان يتم اليوم طرح مجموعه من التذاكر ولكن نفذت بالكامل بالامس كل التذاكر للمباراه نفذت بالكامل. ومن الامور يعني المهمه برضو اللي بنرصدها من خلال قناه النادي الاهلي وبيرصدها هنا الاعلام المغربي ان التذاكر وصلت في السوق السوداء، يعني التذكره يعني هنا تحددت طبعا فئتين للتذاكر 50 درهم و100 درهم، 50 درهم ما يعادل 100 جنيه مصري و100 درهم ما يعادل 200 جنيه مصري، دي الفئات اللي حددها الاتحاد طبعا لتذاكر المباراه. عايز اقول لك انا هوند ان تذكره الفئه ال 50 درهم وصلت في السوق السوداء من 500 درهم ل 1500 درهم، وتذكره ال 100 درهم او الفئه الاولى وصلت من 2000 درهم ل 3000 درهم. طبعا ده يعني ان ده اللي بيدل على الخلل اللي تم من خلاله طبعا طرح التذاكر وتوزيع التذاكر. النادي الاهلي ودوره اللي يعني اللي يعني عايزين نشكر مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي على الدور الكبير جدا اللي عمله، ان النادي الاهلي تكفل تماما بكافه تكاليف تذاكر المباراه، النادي الاهلي اشترى التذاكر بالكامل وبيتم اعطاء هذه التذاكر للجماهير المصريه وجماهير النادي الاهلي مجانا. طبعا النادي الاهلي كان خصص احد الاماكن بالامس لتوزيع التذاكر بموجب جواز السفر المصري، و ايضا يعني طول اليوم بجوار المقر اقامه فريق النادي الاهلي تم تخصيص مكان اخر ايضا على المصريين الراغبين في الحضور الى المباراه، الحضور الى هذا المكان بموجب جواز السفر بيحصل على تذكره المباراه. مجهود كبير جدا بيقوم به مجلس اداره النادي الاهلي انا وند بقياده الكابتن محمود الخطيب، علي الوزير، عمرو فاروق، مهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق انديل، الكابتن حسام غالي، وسياده النائب محمد الجرحي. ما فيش اي مجهود بيتضخر لتامين كافه الامور سواء الخاصه ببعثه النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي. كل الجماهير يا نهاوند اللي بنقابلهم جماهير جايه من اسبانيا، جايه من فرنسا، جايه من امريكا، جايه من النرويج، في جماهير جايه من الكويت، من السعوديه، من الامارات، من قطر، الجميع يتوافد ان شاء الله لمسانده ومؤازره النادي الاهلي. بالنسبه لحاله الفريق انا نهاوند اللي احنا لامسينه طبعا احنا كان عندنا مجموعه من الغيابات خلال الفتره الماضيه للاصابات سواء السوليه، سواء الديانج، حمد فتحي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف. بطمنك على حاله اللاعبين، كل اللاعبين جاهزين لهذه المباراه. اللعيبه بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيره من امره لاختيار 11 لاعب في التشكيل الاساسي، كل اللاعبين بتادي بصوره اكثر من رائعه. مستر بيتسو موسيماني بيشتغل على كل الامور في هذه الفتره، كل اللعيبه بتحاول تقدم، مش تقدم 100%، كل لعيب بيحاول يقدم 150% و200% من اجل يعني زي ما قال لهم مستر بيتسو موسيماني. واللعيبه عندها طموح مهم جدا، اللعيبه عندها طموح ان هي تروح بكاس العالم للمره الثالثه، اللعيبه عندها طموح ان هي تحافظ على رقم قياسي، رقم قياسي لم يحقق في القاره السمراء بالحفاظ على البطوله العامه الثالث على التوالي. مستر بيتسو موسيماني في كلامه معاهم قال لهم انتوا امام مجد شخصي ليكم ولجمهوركم ولناديكم، تمسكوا بالامل، انتوا الفريق اللي يعني الافضل، عندكم الشخصيات اللي تكون حاضره في ارض الملعب. كلامه طبعا في يعني في موقع الكاف ومسؤول الكاف اتكلم على النادي الاهلي وقوه الفريق الوداد واشاد بفريق الوداد. كابتن سيد ايضا اتكلم على فريق الوداد وقال فريق من الفرق القويه، مباراه 50-50، لكن ان شاء الله رهنا باذن الله نوند على شخصيه لعيبه النادي الاهلي تكون حاضره وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا رب. يلا يا كريم يا رب. ان شاء الله خير. بنشكرك جزيل الشكر زميلنا العزيز فاروق صلاح على هذه التغطيه الكافيه والوافيه كالعاده.
يعني الحقيقه قال لنا على كتير من التفاصيل، وطبعا زي ما سمعنا كده من زميلنا فاروق يعني لقطات لطيفه جدا ولفتات طيبه جدا، سواء من الكابتن محمود الخطيب بصفه شخصيه او بصفته رئيس للبعثه، طبعا بعثه النادي الاهلي او رئيس طبعا لمجلس اداره النادي. الحقيقه النادي الاهلي بيهتم جدا بجماهيره، زي ما جماهيره بتتفانى كالعاده في تشجيع لعيبه النادي الاهلي ايا كان الظروف والملابسات، ايا كان هيلاعب مين، ايا كان في اي استاد، ايا كان في اي دوله، اي بطوله حتى. احنا بنتكلم على ناس كان بيمثلهم المشجع الاهلاوي اللي كان منفردا موجود لوحده في مدرجات الاستاد اثناء واحده من تدريباته، زي ما عرفنا من فاروق ان هو قادم من احدى الدول الاوروبيه، حاجه عظيمه جدا. هي دي جماهير النادي الاهلي، وبجد يعني ربنا يديمهم نعمه للنادي الاهلي. حلو جدا، وكويس ان كمان زميلنا العزيز هو المتالق بصراحه فاروق، يعني من صحيح. زملائنا المتالقين بجد الحق يقال. ان هو طمنا على هنا بتتكلم الاستعداد الكلي بقى، ما بنتكلمش عن نفسي والفني والبدني والذهني، الاستعداد الكلي ده اللي انا كنت بسال فيه من قبل كل لاعب عندنا في الفريق. الفريق بتاعنا اخباره ايه؟ انت داخل على حاجه زي ما اتقال كده، يعني مش هقول هديه، هي حاجه كل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي في كل مكان في العالم منتظراها. صحيح. فنتمنى، هي طبعا على فكره هي مسؤوليه كبيره. اه طبعا هي مسؤوليه كبيره طبعاً. بتتكلم في المره الثالثه على التوالي، ده حاجه هتكتب في التاريخ. هات لي بقى ده مقارنه باي نادي تاني. يعني احنا بنحب لغه الارقام، لما تيجي تقول انا الافضل، انا بقول انا الافضل بناء عن بيزك او بناء عن واقع او بناء عن زي بيتقال كده تاريخ بيكتب. فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، عايزين نصنع التاريخ بجيل يقدر ان هو يعمل ده، وعمله قبل كده سنتين ورا بعض. فنتمنى، وعلى فكره دي هتبقى حلوه لينا يا موسى، ثالث مرة مع النادي هنبقى هاتريك. خلي بالك والله ده هيبقى وشنا حلو جدا. يا رب والله، ان شاء الله خير، وان شاء الله نفرح ونيجي يوم الثلاث نقول صباح احلى نصر، مش صباح النصر بس. خلونا ننتقل لحاجة تانية وملف آخر بقى دلوقتي، ونروح للكرة الطايرة سيدات تحديدا من النادي الأهلي، اللي نجح في التأهل للنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية بعد ما فاز على يعني الأولمبي القليبي التونسي بثلاثة تانية، بنتكلم أشواط مقابل ولا حاجة أو لا شيء زي ما بتقال. ده كان ضمن طبعا المنافسات اللي احنا بنتابعها بقالنا فترة مع حضراتكم، دور الثمانية من البطولة المقامة بتونس سيدات طائرة الأهلي. عايز أقول لحضراتكم قدموا عرض فعلا أكثر من رائع خلال المباراة، ونجحوا في الفوز في جميع الأشواط بنتائج محترمة جدا جدا. فيعني بالتوفيق، جود لك، وأخبار حلوة. أنت بس صحيح. مش بتفرح بالفريق الأول لكرة القدم، أنت عندك الرياضات المختلفة في النادي الأهلي بقالها فترة طويلة بتفرحنا. صحيح. فكل التوفيق في اللي جاي بإذن الله. عايز أقول لك إنجازات الفرق المختلفة للنادي الأهلي بالأعمار المختلفة كمان محتوى جزء كبير من الجزء الاول من كل حلقه من حلقات البرنامج ده. يعني في عدد كبير جدا من الحلقات كنا دايما بنستهل كلامنا مع حضراتكم بان احنا بنقول لكم على انتصار ما حققه فريق من فرق النادي الاهلي الرياضيه المختلفه، طبعا حاجه عظيمه ومشرفه لكل محبي هذا الكيان العظيم. بالمناسبه هذا الكيان العظيم استضاف النادي الاهلي طبعا البطوله الدبلوماسيه لكره القدم، يمكن المسمى ده مش دارج قوي، مش كلنا عارفينه، بس هو استضاف هذه البطوله طبعا تحت اسم نهائي دوري السفارات اللي بيحرص النادي الاهلي على استضافتها الحقيقه بشكل دوري في اطار العلاقات الطيبه والوطيده اللي بتربط ما بين النادي الاهلي ومختلف المؤسسات. وبعد ان حققت النسخ الماضيه من هذه البطوله نجاحات كبيره جدا وعلى كافه المستويات، تعالوا نتعرف على التفاصيل من خلال هذا التقرير، تابعوا معنا. يوم جميل جدا، ايفنت مهم جدا، انت عارف النادي الاهلي يبقى له دور مهم جدا في انه يجمع الشعوب مع بعض. شفتي من جميع الدول النهارده السفارات كلها موجودين، ويوم جميل جدا الناس استمتعت بيه، حتى احنا استمتعنا باللقاء الود اللي احنا لعبناه معاهم. فانا شايف يعني كان لما يكون في حاجه كبيره زي دي تكون موجوده لازم يكون عنصر مهم جدا هو النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، وطبيعي ان اي حد بيتمنى ان النادي الاهلي يكون متواجد في اي ايفنتات او اي مؤتمرات او اي حاجه منظمه، اكيد النادي الاهلي بيبقى له دور كبير جدا يعني. فاحنا كنا سعداء ان احنا موجودين النهارده يعني. هي مش رساله للسفارات او تجميع السفراء، او ان الفتره دي طبعا في حاجات ازمات سياسيه، فانت بتحاولي تجمعي الامور، ان الكره ليها رسائل كتير جدا، بس برضو ان ترجعي تيجي تقعدي في النادي اشوف كل اللعيبه القدامى، خالد بيبو، احمد حسن، امير عبد الحميد، شريف عبد الفضيل، وائل سيتوس، يعني جده، كل الناس دي، محمد عماره، فانت الناس دي كلها موجوده بتلعبي معاهم من زمن. فده كان جاذرنج حلو جدا، وكان في كوبري هنا، وكان في جون، وكان في حاجات حلوه.
اكيد ايفنت كان حلو قوي وانا استمتعت جدا جدا بيه في اهل الشيخ زايد، والحمد لله شايفين الصرح عامل ازاي النهارده. النادي الاهلي بصراحه يعني كذا صرح في جمهوريه مصر العربيه، وان شاء الله طبعا صرح التجمع الخامس اللي جاي في الطريق. اكيد النادي الاهلي رائد في المنشات الرياضيه وعنده كافه الاماكن وكافه الاسرحه اللي تستضيف مثل هذه التظاهرات. سعيد جدا بتواجد النهارده في النادي الاهلي، نادي العريق اللي بيمثل لمصر وللمصريين كلهم حاجه يعني كبيره. النهارده في دوري السفارات اللي موجود لكره القدم بتعاون مع احتراعات السفاره الالمانيه والتنظيم الجيد اللي احنا شايفينه النهارده في النادي الاهلي بعدد ال 24 فرقه اللي موجودين على مدار الشهر اللي فات، يمكن اللي بيستضيفوا النادي الاهلي فرع الشيخ زايد بيمثل حاجه كبيره جدا. نشاط الرياضي العاملين في السفارات ده يعني يمكن كدعم من النادي الاهلي لممارسه الرياضه، بما ان الرياضه بتفيد الصحه العامه وبتفيد العلاقات ما بين الدول. حق زي ما احنا عارفين مش كره القدم بس، هي اي رياضه عامه، بس كره القدم يمكن ليها الحظ الكبير في توطيد العلاقات ما بين الدول وما بين السفارات والعاملين في الدول. سعداء جدا جدا بالبطوله، البطوله طالعه على اعلى مستوى تنظيميا واداريا وفنيا وكل حاجه، حاجه احنا فخورين بيها جدا جدا. النادي الاهلي ليه يعني ضلع مهم جدا فيما يخص الرياضه، وفي قطاع مهم جدا اللي هو قطاع الخارجيه وقطاع السفارات والهيئات الدبلوماسيه. زي ما انت شايف الناس كلها مبسوطه والناس كلها سعيده، كل الفرق اللي شاركت، كل السفراء اللي شرفونا النهارده مبسوطين. التنظيم على اعلى مستوى، المكان، اللوكيشن، الجو، فالحمد لله يوم ولا اكتر من رائع. والبطوله كلها على مدار البطوله كانت تنظيميا رائعه جدا. يمكن ما كانش الحظ معانا السنه اللي فاتت ولا قبلها ان احنا ننظم بسبب الكورونا، لكن وانس ان الظروف سمحت الحمد لله قدرنا ان احنا ننظم، وكل مره بتبقى احلى واحلى من المره اللي قبلها. فاحنا طبعا بنرحب بيهم كلهم وكلهم منوريننا، وان شاء الله باذن الله كل سنه موجودين معانا ان شاء الله. مجلس الاداره والاداره التنفيذيه بتاعت النادي اهتمت قوي بالدوره دي، من تجهيزات زي ما انتم شايفين كده، مدرجات، اداره المباراه، حكام، كل الحاجات اللي هي رغم التنظيم اللي هو من هناك، لكن احنا بالوفاق معهم بالاتفاق معهم في التنظيم. كل الدعم وكل المساعدات اللي اتقدمت من مجلس الاداره والاداره التنفيذيه فعلا كان شغل كويس جدا جدا. الحمد لله اللي نجح البطوله وطلعت بالصوره دي على اي مستوى، سواء كانوا اجانب او كانوا مصريين، الحمد لله الناس يعني اتبسطت جدا جدا وكان مجهود مكلف كله. والله هو البطوله بتتلعب في النادي الاهلي طبعا، يعني من احسن الانديه في العالم والبطل الاول لافريقيا، يعني مفيش تنظيم احسن من كده، الناس كلها محترمه والناس كلها بتبذل اقصى مجهود. الحمد لله احنا عملنا اللي علينا وخدنا وعملنا اللي علينا والحمد لله ربنا كلف مجهودنا من احنا ناخد البطوله ان شاء الله، وبننتظر القادم وان شاء الله باذن الله اللي جاي كله مكسب ان شاء الله. حلو جدا ان انت تلاقي النادي الاهلي بينظم حاجه زي كده. بنتكلم عن دوري السفارات، فانت عندك جاليات كتيره جدا اجنبيه موجوده كريم، وشوف بقى قد ايه برضو انت بتعمل بوند حلو ما بين العالم وما بين النادي الاهلي. فيها فكر، في لما انت بتبقى كبير بتجيب افكار كبيره بمعنى اصح، دي حاجه. حاجه تانية برضو لو انت فاكر احنا اتكلمنا عن حاجه شبهها شويه، كانت دوري الوزارات بس دي كانت تبع يعني وزاره الشباب والرياضه، برضو كانت فكره حلوه. خلي بالك تعمل بوند الرياضه طبعا، يعني اصلا فكره الرياضه ان انت تقرب، يبقى في تقارب، فحلو قوي ان انا بقرب هنا الاجانب عندي وبقرب الوزارات المختلفه، فانا عجباني جدا الفكره. البطوله دي تتماشى كل التماشي مع رقي النادي الاهلي المعهود ومع الدور الكبير اللي بيلعبه النادي الاهلي ككيان ومؤسسه مصريه بتقدم يعني او ليها يعني انجاز التعبير ايادي بيضاء على عده اصعده.
مش بس على الصعيد الرياضي الحقيقه. فطبعا حاجه جميله جدا ان احنا نشوف كل الجاليات وكل العامدين ومنسوبي السفارات المختلفه وهم بيلعبوا في بطوله من تنظيم النادي الاهلي. بس يا ترى بقى هل يعني هل كل سفاره بتمثل قوه منتخبها؟ يعني مثلا الناس اللي كانوا بيمثلوا سفاره البرازيل هتلاقي فيهم مهارات استثنائيه ولا ايه؟ والله مش دي نقطه كويسه، ده تساؤل حلو. لا بس يعني ممكن يو نيفر نو زي ما اتقال، بس يعني الفكره نفسها زي ما انت بتتكلم فكره حلوه جدا طبعاً. جدا وحاجه عايزين بقى تتم بشكل كمان موسع في الرياضات المختلفه، والله تبقى كويسه جدا لو اتعملت، لان انت عندك ناس كمان الجاليات الموجوده هنا في مصر طبعاً. لو اتعملت حاجات زي كده اللي هم يعني جاليات موجوده اجانب بس بيمارسوا رياضه او رياضات مختلفه طبعاً. ممكن برضو يتعمل لهم دوري زي كده حاجه خاصه بالنادي الاهلي، على فكره هتساهم كتير جدا برضو في فكره هنا اللي هو زي ما بيتقال بريدجينج ذا جاب. انت ترجم بقى طبعا. خش انت بقى. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ انا نفسي معرفش اقولها بالعربي والله العظيم. يعني جسور تواصل ما بين الدول المختلفه. وبالمناسبه كنا برضو بنتكلم معاكم من شويه على فكره ان احنا كل يوم والتاني تقريبا بنتكلم مع حضراتكم عن انجاز ما لفريق ما من فرق النادي الاهلي الرياضيه المختلفه. دلوقتي عايزين نتوجه بالتهنئه لبعثه المنتخب المصري لتنس الطاوله بمناسبه حصولهم على 6 ميداليات في منافسات الفردي رجال وسيدات بواقع ميداليتين ذهبيتين و4 ميداليات برونزيه. طبعا الكلام ده حصل ضمن منافسات كاس افريقيا لتنس الطاوله المقامه في نيجيريا في الفتره من 26 الى 28 من مايو الجاري. بنت النادي الاهلي بقى وده اللي يخصنا ولاعبه المنتخب الوطني هنا جوده حققت انجاز مهم جدا بعد فوزها بكاس افريقيا للسيدات وحصولها على الميداليه الذهبيه كاصغر لاعبه تتوج بهذا اللقب بعمر 14 سنه و7 اشهر. فعلا اصغر بطله في القاره، حاجه عظيميه. 7 شهور يعني هي عيد ميلادها مثلا في شهر 7 أو 8. لو عندها 14 و7 لا مش عارف مش عارف مش عارف. بس هي عملت شغل لا نار كالعادة. لا عيد ميلادها يبقى على شهر 9 مثلا. ما علينا. يعني anyway احنا اتكلمنا كتير عن هنا جوده، مش هنقعد يعني عشان ما حدش يقول انتم متحيزين، بس هي في الاول وفي الاخر هي لا تمثل بس النادي الاهلي، هي تمثل بجد مصر طبعاً. يعني لاعيبه ان شاء الله حاجه هتكون محترمه جدا وتمثل مصر في الاولمبياد المختلفه وتحصد، واحنا عندنا امال كبير جدا. هي دي صناعه البطل الاولمبي بجد. هنا جوده كانت ضيفتنا في اول حلقه في البرنامج خالص في 10 الصبح، كان اول سيزون اول حلقه، فحاجه كانت بروميسنج جدا، حاجه يعني واعده جدا. حاضر يا كريم. ومعاك انا اهو. على فكره انا اصلا دراستي يعني قانون. أوه. بس هي قصه ان في حاجات والله العظيم بتروح منك، بس ما حدش يجي يقول لك انتوا هتعيشوا برنامج عالمي. والله العظيم عشان ده الكلام العادي يعني، بس انا العربي بتاعي كويس جدا. لا جدا، خلي بالك زي الفل. مهم. خلينا نروح برضو استكمالا للنقطة الحلوة، الخبر الحلو ده كمان الكريم بيتكلم فيه، خلينا نروح لأبطال تانيين. عمر عصر طبعا يعني اللي فاز بذهبية منافسات هنا الرجال، وحصد كمان أحمد صالح ومحمد البيلي على ميداليتين برونزيتين في منافسات فردي الرجال. يعني اللاعبة أيضا دينا مشرف أو مشرف حصلت على الميدالية البرونزية، واللاعبة مريم الهديبي برضو على الميدالية البرونزية بالبطولة في منافسات هنا بنتكلم فردي سيدات. برضو أسماء إن شاء الله هتبقى ليها مستقبل كبير جدا جدا في يعني، وحاجه هتشرف مصر. انا مبسوطه جدا ان احنا طبعا. يمكن زمان بجد والله لو قارنته زمان بدلوقتي ما كانش عندنا كم الابطال دول رجال وسيدات بنتكلم، وسيدات تحديدا، لكن في ثقافه في حاجه اتغيرت يا كريم بشكل كبير جدا بجد. صحيح. فده ان دل على شيء دل على تقدم سواء في السياسات او تقدم في العقول وفي المجتمع وفي الثقافه. انا شايفه ان احنا ماشيين في طريق سليم جدا من ناحيه تحديدا الرياضه كمان. وكنا لسنين مش قليله اسم مصر بعيد قوي عن اي كنا منافسات بعيد. رياضات مختلفه. ايوه صح. احنا لو اكيد حضراتكم اكيد لاحظتوا ان كام سنه اللي فاتوا مبدئيا كده السكواش وكره اليد بصفه خاصه لا بقى لهم شأن على الصعيد العالمي طبعاً. بشكل ملموس ومشرف جدا. نتمنى ان الكلام ده طبعا يعني تتعدي من خلاله بقيه الرياضات. على كل الاحوال تعالوا نتعرف على حاله الطقس النهارده في محافظات مصر المختلفه وتوقعات لدرجات الحراره من خلال هذا التقرير. نطلع بعديه فاصل نرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا. طيب نرحب بحضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي يعني زي ما احنا متعودين هنروح لمقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا نورهان طمان عشان نتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. وطبعا منشطات كتيره جدا. صباح الخير في البدايه عليك يا نورهان طبعا، ومنشطات لا تخلو من الحديث عن مباراه امس وكمان الحديث عن الماتش المرتقب بين الاهلي والوداد. سامعينك، اتفضلي.
يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا نهاوند من مقر جريدة اليوم السابع، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهاوند، الحديث عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لم ينقطع في الصحف في المواقع المختلفة. ومعانا أول منشط من صحيفة والموقع الإلكتروني لليوم السابع، ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 على حساب ليفربول، الحظ يقف أمام محمد صلاح ورفاقه طوال التسعين دقيقة، الملكي يضرب موعدا مع إنتراخت في السوبر الأوروبي ويحصد النصيب الأكبر من الأموال. زي ما شفنا بالأمس مباراة كانت يعني يمكن شفنا مباراة من طرف واحد، ليفربول كان يعني مستحوذ على كافة إحصائيات المباراة، ولكن العبرة في النهاية بالخواتيم وبهدف طبعا جونيور في الدقيقة 30 من 59 من عمر المباراة بيخطف المباراة. وطبعا حظ سيء جدا للنجمنا المصري محمد صلاح اللي يمكن كل الناس شافت ان هو بلغة الكورة عمل كل حاجة في الكورة امس، ولكن تألق. خلينا برضو ندي حارس مرمى ريال مدريد حق، وتألق تيبو كورتوا كان طبعا العامل الاكبر في فوز ريال مدريد بالامس. كمان خلينا نفكركم ان المباراة اتأخرت 30 دقيقة بسبب اعمال شغب لبعض الجماهير من امام الملعب. وكمان خلينا نقول لكم انه ريال مدريد هيواجه فريق انتراخت فرانكفورت الالماني في طبعا بطل الدوري الاوروبي في كاس السوبر الاوروبي شهر اغسطس المقبل. واما بقى طبعا الجوائز الماليه، فخصص الاتحاد الاوروبي لكره القدم جوائز ضخمه للفائز وهو طبعا ريال مدريد 22.6 مليون دولار، اما ليفربول فسيحصل الوصيف سيحصل على 17.5 مليون دولار. في تصريح معانا لتيبو كورتوا، يمكن انا وقفت كتير قدام التصريح ده وقعدت افكر احنا يعني وصل بينا اليوم اللي احنا نشوف فيه واحد من افضل حراس العالم بيتكلم عن لاعب مصري. ومن جريده الشروق، كورتوا لا اصدق ما حدث لقد تغلبت على محمد صلاح. يعني الحقيقه المانشيت لوحده شارح للحاله اللي بنعيشها مع نجمنا المصري محمد صلاح اللي كان نجم مباراه امس. وعلق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على تتويج فريقه للمره الـ14 وقال انه يعني مش مصدق ان هو تغلب على محمد صلاح، طبعا بعد ما تصدى للعديد من الكرات القويه جدا اللي كان طبعا قام بها نجمنا المصري. كمان خلينا نقول لكم احصائيه تشير الى يعني سير او خط سير المباراه كان ماشي ازاي. 23 تسديده من لاعبي ليفربول مقابل 3 تسديدات من فريق ريال مدريد. ومن جريدة الشرق الأوسط، كين مرشح للفوز بالحذاء الذهبي مجددا في قطر، اللاعب يأمل بأن يصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي في تاريخ بطولات المونديال. يأمل هاري كين نجم منتخب إنجلترا وطبعا فريق توتنهام الإنجليزي لأن يصبح يعني هداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بعدما أصبح على بعد 4 أهداف من واين روني صاحب الصدارة ب 53 هدف، وهو طبعا حتى الآن متساوي مع سير بوبي تشارلتون برصيد 49 هدف. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو.
بكره ان شاء الله يوم مهم جدا 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 بالنسبه لكل الاهلاويه في كل مكان، وهو نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا عندنا هدف واحد ملوش تاني، هو التتويج بهذا اللقب، وده بدوره هيحقق لنا رقم قياسي باسم النادي الاهلي لتحقيق النجم ال11 وحصد اللقب الثالث على التوالي، وان شاء الله ده يحصل باذن الرحمن وكلنا نسعد بهذا الامر. طبعا عندنا تفاصيل كتير حابين نتكلم فيها مع ضيفنا اللي منورنا في الجزء الاول من الفقره الحواريه الاولى يعني من هذا البرنامج، كابتن فتحي نصير مدرب منتخب مصر والاهلي السابق وايضا المحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والافريقي. صباح الفل يا كابتن واهلا بحضرتك. صباح الخير كريم. صباح الخير يا نور. بونجور واحلى بونجور كمان. الحمد لله. وان شاء الله يوم الثلاث كلنا بقى نقول بونجور وصباح احلى نصر باذن الله بعد مباراه هتكون يعني الاقوى، وزي ما بيتقال كده ان شاء الله نفوز ونكتب التاريخ، لان كتابه التاريخ هتكون مش حاجه مقرره، احنا يمكن لوحدنا في كتابه التاريخ بالبطولات الكتير المتتاليه زي ما بيتقال يعني. قبل ما نروح لهذا الملف لان ده ملف فيه كلام كتير جدا، خلينا نروح سريعا لامبارح ودوري ابطال اوروبا والجمال بقى في المشهد واللعب والحاجات الصغيره اللي انت بتتفرج عليها وتقول واو، بس في نفس الوقت ازاي بيبقى فيه في كره القدم، وحضرتك تقول لنا بخبرتك، فريق بيلعب حلو قوي وما بيفوز، وفريق ما بيعملش ربع اللي هو بيعمله وتلاقيه هو اللي فاز وبطوله. دي ليه بيقولوا كره القدم مجنونه؟ مجنونه حلو ده فعلا. مجنونه ليه؟ ممكن ما بتديش كل واحد حقه، والمجنون ده ما بيعرفش يقيم. صح. فهي مجنونه ما قيمتش امبارح، فريق بيلعب وفريق يفوز، يعني الفريق اللي لعب والفريق اللي ادى والفريق اللي هاجم والفريق اللي ضغط وعمل كل شيء في الكوره. لو نشوف حارس مرمى ريال مدريد قد ايه وقف على الكرات كرتوة. او الكوره كانت فين طوال 90 دقيقة وطلع كام كرة كان ممكن تجول. صحيح. بعكس ليفربول مفيش. يبقى إذا كان فيه هجوم ضاغط وكان فيه أهداف ضايعة من ليفربول. أيوه. هنا التوفيق تخلى عن ليفربول أمس، وبالتالي اللي نهاوند بتتكلم عليه ده خلانا مؤخرا نسمع مصطلح ما كانش بيتقال زمان، فكرة إن إيه؟ إن في ماتش معين أو مباراة بعينها يقول لك المباراة دي إيه؟ تكسب ولا تلعب. احنا طول عمرنا عارفين ان لكل مجتهد النصيب، وطول عمرنا عارفين ان انت عشان تكسب لازم تلعب، اتضح ان مش بالضروره. هي دي بقى كريم ايه، لو مش نهائي ممكن اقول لك كان ليفربول يكسب. لكن ريال مدريد تعود زي الاهلي كده، تعود على النهائيات مهما جاله فرق قدامه. يعني انا بتكلم قبل ماتش بكره، انا بدي مثل بس. دي بشائر الخير، او بشائر الخير بتقول القاعده دايما إن الفرق الكبيرة، الفرق المتمرسة على النهائيات، على حصد البطولات، هو عمل بطولة 14، إن الأهلي داخل على الـ 11، فإذا التقارب ده بيقول لنا إن الفرق الكبيرة، الفرق اللي هي منظمة للبطولات، القادرة على حصد البطولات، هي اللي بتيجي تنفذ كلام اللي بتقوله حضرتك إيه؟ تلعب ولا تكسب. ولا تكسب. لا. دي هنا بقى تكسب ولا تلعب. يعني ألعب وما كسبش ده ليفربول، لكن ريال مدريد كسب وما يلعبش ده النهائي دايما كده، والنهائي متعود عليه النادي الأهلي وتعود عليه ريال مدريد. طيب ده بالنسبة يعني امبارح، ولو إن برضو في كلام عايزين نقوله، ولكن خلينا نروح للملف الأبرز بتاعنا، لأن أنا عايزة أروح معاك، لأن إحنا شفنا مشهد رائع جداً في بداية الحلقة وهو الجماهير، ومراسلنا العزيز فاروق صلاح قال لنا ان خلاص يعني الدنيا كومبليت زي او كومبلي زي ما بيتقال. طبعاً. الحمد لله، يعني ده اللي احنا كنا عايزينه وقد كان. وانا وكريم برضو قلنا نقطة مهمة وهنكررها تاني، في ناس سافرت وشالت من الفلوس اللي هي اللي زي ما بيتقال كده بيتها اولى بيه علشان تسافر وعلشان تبقى موجودة مع الاهلي. قد ايه الموضوع ده يعني محترم؟ في ناس كتير حب النادي الاهلي ده في دمهم في عروقهم، بيضحوا باي حاجه، مش موضوع ماده ولا موضوع مثلا ان انا هسافر وهتعب، مانيش رايح المغرب عشان اتفسح واخد ايه، لا ده انا رايح عشان اقف مهمه رسميه، اكون في مدرج اللعيبه تشعر بيا فتقدر تديني. فاللعيبه هيبقى عندهم هدف برضو ارضاء الجماهير اللي جايه دي، ارضاء الجماهير اللي في مصر،
ارضاء غرورهم في ان هم لازم يحققوا ال 11، هيبقى في دوافع كتير للفرقه. يعني كل ما كانت الفرقه عندها دوافع اكتر من دافع، بقول دوافع مش دافع واحد، الدوافع دي بتساعد. هل انت مثلا جمهور المغرب هيجي جاي من بيته جاي ماشي، ممكن يجي ماشي، ممكن بعربيه صغيره، ممكن اي حاجه، هيجي على المدرج. لكن جمهور النادي الاهلي ده قاطع المسافات والاميال، صحيح. ومعدي البحور ومعدي الانهار ومعدي كل ده في سبيل النادي الاهلي. اعتقد انه حتى التفصيله بتاعه الملعب والجدل اللي اثاره طبعا هذا الملف الفتره الاخيره، حتى ده برضو ممكن النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ياخدوا منه حافز ودافع ان هم يعني كل دي دوافع الدنيا وقتها. كل دي هذه الدوافع لصالح النادي الاهلي. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يمكن ربنا عمل لنا كده عشان اللعيبه الطاقه المكنونه اللي جواها دي ما تخرجش من كلام مدرب، بتخرج من الدوافع دي بقى. دافع ايه؟ ان الجمهور اللي جاي من اخر الدنيا، ان انا بلعب هنا غصب عني، التحدي في حد ذاته وربما يكون دافع كل واحد كبير. في تحدي للعيبه في سبيل النادي، في تحدي للعيبه في سبيل نفسه ان هو عايز يؤدي، في تحدي ان هو عايز يعمل بطوله، في تحدي ان هو يشوف الاتحاد الافريقي عمل فيه ايه. في دوافع كتير لو بصيت لكل جانب منهم هيخليك انت تبذل كل طاقتك. رؤيه حضرتك بقى للقاء الغد ان شاء الله، مطمن لايه وقلقان من ايه؟ مش بقول قلقان ولا حاجه، انا بقول مطمئن الى حد ما باذن الله للكلام اللي قلناه. فرق البطولات ما يتهبش عليها في النهائيات. حلو. اي فرقه بطوله اهاب على النادي الاهلي لو هو مش متعود ولا متمرس انه يلعب نهائيات. لكن طالما الفرقه تعودت على النهائيات، الفرقه تعودت، الاداره تعودت، الجهاز الفني تعود، الجمهور متعود على كده، فدي بتدينا دوافع فيها ثبات وفيها استقرار نفسي واستقرار ذهني واستقرار داخل الملعب. دي بتدينا دافع. الفرق اللي قدامك ما عندهاش الدوافع دي ليه؟ لان ما عند يعني تجارب النهائيات قليله عندها، فخبراتها فيها قليله، ودي لها تفاصيل صغيره. المباراه النهائيه النادي الاهلي عارفها كويس قوي ومر بيها كويس قوي، سواء لعب اول مره او كان بيتفرج على النادي او الفانيلا. خلاص اللاعب اللي بيلعب لاول مره هتلاقي الفرقه بهتت على ايه، يعني بالاسلوب البلدي كده بتبهت عليه، يعني ايه تتطبع عليه، بتخليها تطبع بيها. ف دي اللي مديني اطمئنان يا كريم، ان المباراه ما هياش بالصعوبه، هي طبعا مباراه قويه، مباراه نهائي اهدافها كتير، لكن احساسي وتوقعاتي ان شاء الله باذن الله فرقه النادي الاهلي باي 11 هيلعبه. مش هنتكلم في مين اللي هيلعب، مين اللي هيبدا، مين اللي هيستبدل، مين اللي هيغير، مفيش حاجه من دي مش هنتكلم فيها ولا هقول فيها. لكن هيبقى كالعاده الاهلي بمن حضر، يعني الاهلي هو هيلعب. الاهلي ده لو جينا دلوقتي في الظروف اللي هو بيمر بيها وهو حس، طبعا بنقول للعيبه بنعزلهم عن الكلام اللي بيتقال وعن السوشيال ميديا وعن الملعب وعن التجارب وعن الحكام وعن الحاجات دي كلها، كل ده اللعيبه هتكون عارفه. لا خلاص بقى عدناه بقى، عارفه يعني، عارفه وحافظه ومرت بالحاجات دي كلها. اللعيبه مش لسه بادئين، فاذا اللي متعود على حاجه هو عارفها. بقول بشرة خير ان ريال مدريد القاعده ما انكسرتش، ان فريق حاصد البطولات وبيستمر فيها مهما كان مستواه وحش قوي، لكن كسب واخد البطوله. ما قلناش ليفربول عمل كل حاجه في كوره ما كسبش. فالنادي الاهلي ان شاء الله ده فريق البطولات، ده فريق ريال مدريد بتاع افريقيا. كويس جدا. طيب هل لو هنروح شويه بقى ونتكلم عن الفنيات، هل ممكن نقول الوداد هيبقى فيه حظر شويه في ان هو يفتح الخطوط بتاعته ويبتدي يعتمد على الهجمات المرتده، ولا الوضع مش كده لان دي خلاص دي مباراه البطوله فهيكون بيهاجم زي ما متوقع من الاهلي وموسيماني ان هو يهاجم من الدقائق الاولى زي ما بيتقال؟ طبعا المباراه عايزه دراسة وعايزة حرص وعايزة فهم وعايزة تفكير عميق في إيه؟ أولاً الجمهور، إحنا بنقول هذا الجمهور لصالح فريق ضد فريق، أنا بقول هذا الجمهور ممكن يكون ضاغط بضغط عصبي على فرقة
الوداد بيحمسهم في بدايه المباراه، بعد كده بقى لكن بعد فتره يعني الجمهور ده هيبقى عبء على فريق الوداد. فريق الوداد هينزل بحماسه ان هو عايز يهاجم طبعا، ان هو هيلعب مدافع على كده هيهاجم وعاوز يعمل، وعارف ان دي مباراه او بطوله المباراه الواحده، مباراه بطوله لا يعني بطوله المباراه الواحده دي ان مش مبارتين ولا كده، لكن مباراه واحده تساوي بطوله بالظبط، فمش مبارتين او فطبعا هينزل يدافع، لا هينزل يهاجم وهاجم بقوه وبشراسه. النادي الاهلي عنده الحرص، عنده الاداء، عنده ازاي يمتص هذا الحماس حتى يحيد الجمهور، لان الجمهور في الاول هيبقى متحمس جدا لفرقه الوداد، الى فتره هيبدا يهمد الجمهور ويحيده. يحيده يعني ايه؟ يعني يخليه ما يشجعش هنا، ولا ما هو مش هيشجعنا، ما يخرجش يشجع الفرقه الثانيه. وبالتالي ده التعامل، يعني كل مدرب وهو بيحط الفرقه او بيلعب طريقه اللعب، وبعدين بيبقى خطه اللعب، عشان الناس برضو كتير بيقول لك اصل هيلعب بطريقه كذا وهيلعب بخطه كذا، دي بتدخل خطوط في بعضها. في حاجه اسمها الطريقه اللي هي 3 4 3 4 2 3 1 4 3 3 دي الطريقه اللي بيلعب بيها، دي الطريقه اللي هي بتبقى على الورق، لكن الخطه خطه اللعب بقى واجبات اللعيبه داخل الطريقه. يعني الثلاثه اللي ورا دولت واجباتهم ايه لما تكون الكره معانا، واجباتهم ايه لما تكون الكره مع الخصم. وسط الملعب الاربعه اللي هو 3 4 3 مثلا، الاربعه دول دورهم ايه؟ دور كل واحد ايه؟ دوره ايه لما تكون الكره مع فرقته؟ دور الكره دوره ايه لما يكون الكره مع الخصم؟ دي اللي هي الخطه. فمفروض اي فرقه في العالم لها طريقه وخطه طبعا، لكن ما حدش يقول ايه ده هم بيلعبوا بخطه ايه وواحد تاني يقول لا بيلعبوا بطريقه ايه. ما هو لازم يبقى في طريقه ثم خطه. طب لو بصينا لمشوار الفرقتين، لمشوار النادي الاهلي ومشوار الوداد المغربي في النسخه دي من البطوله، هنلاقي ان الاهلي بطبيعه الحال يعني الماتشات اللي لعبها كانت مع فرق نسبيا اقوى بكتير من الفرق اللي الوداد لعبوها، فدي ممكن تبقى فيها اشاره لشيء ما، دلاله على شيء ما. بالاضافه لكده عدى من مصاعب كتير ومطبات كتير، نتائج التصفيات وضعت النادي الاهلي فيه وضعته في ضغط عصبي على اساس انه لازم يكسب. يعني احنا خسرنا ماتشين ضد سان داونز، الفرقتين دول الماتشين دول اثروا علينا سواء في الترتيب او من الناحيه النفسيه طبعا. خلونا نلعب المباريات الثانيه، نلعب الرجاء، نلعب الماتشات، نلعب ماتشات السودان في الاول، نلعب الماتشات دي كلها واحنا تحت ضغوط عصبيه عاليه جدا. لكن اللي كسبنا ايه؟ روح البطل، وان الفريق متعود على كده. فاحنا عدينا من مراحل ومن مطبات كتير، الطريق لم يكن سهل طبعا. فريق النادي الاهلي طريقه لم يكن سهل الى ان وصل لهذه المباراه بعكس الوداد. لكن نقدر نقول يمكن وداد اخر مباراه هي اللي كانت شويه معاه، كانت يعني فيها صعوبه ان هو تعادل هناك وتعادل كسب هناك وتعادل على ملعبه، فدي مباراه واحده. لكن النادي الاهلي قبله كذا مطب، وفي نفس الوقت المطبات دي قدر ان هو يعديها، ما عداش برضه بالصدفه وبالحظ، لا، لان زي ما قلنا فريق بطوله، فريق البطوله ده يبقى فيه لعيبه قادرين انهم عندهم يعني ثبات انفعالي عالي جدا، عندهم مدرب قادر على استغلال امكانيات اللعيبه اللي قدامي، عندهم مدرب قادر على انه ايقاف خطوره الفرق اللي قدامه بادواته باللعيبه اللي عندنا. ما هو هيوقف خطوره الفرق اللي قدامه ازاي الا اذا كانش عندك اسلحه؟ ما هي اسلحتك؟ لعيبتي. طب ما تيجي نتكلم شويه عن الوداد كابتن فتحي، ونخش في اللعيبه، يعني نتكلم شويه عن اللعيبه، مين اكتر لاعب في خط الهجوم بتشوف ان هو اللي شويه ممكن نتوخى حذر منه، وكذلك ممكن نروح على خط الدفاع، يعني خلينا او الجول كيبر بتاعهم، خلينا نعرف منك تحليلك لفرقه الوداد قبل ما نخش على الاهلي. ما هو التحليل نواند بالنسبه لفرقه الوداد، اولا فريق مش واضح معالمه فمين هيبدا بيه، مش واضح معالمه طبعا يعني ما اقدرش، لان كان عنده اصابات كتير، ولو حللنا افراد وقلنا ده اخطر لاعب عندهم وده اخطر لاعب عندهم، كل ده كلام نظري. هو اداء اللاعب يوم المباراه هو اللي بيفرض نفسه، وتوفيق المدرب وتوفيق اللاعب في يوم المباراه هو اللي بيفرض نفسه. ف
فالتحليل بس اوقات الخطه بتوضع بناء عن برضو الفريق الخصم، يعني انا ببقى عارف الخصم عندي ده، ببقى حاطط خطه انا عايز يعني زي ما بيتقال كده اعمل تكتل على هذا اللاعب علشان اقدر اخش من ناحيه ثانيه، ده اللي بتكلم فيه. فلو اتكلمنا في المباريات النهائيه دي بقى هي دي لها تفاصيلها. كنهائي بقى كنهائي صعب، من الصعب يعني احنا مش عايزين نتكلم نظري، انا ممكن اتكلم نظري واقول عندهم اللاعب الفلاني بيعمل كذا واللاعب الفلاني بيعمل كذا وده، بس دي مباراه نهائيه ما اعرفش هو هيقامر هيجازف مدربهم يعني يقامر يعني ان هو هيلعب بهجوم وظهر مفتوح وما يهموش ولا كده، ولا هيلعب بحذر، ولا هيلعب باتزان دفاعي ولا هجومي، كل دي هو بيمر بيها على حسب امكانياته وعلى حسب هو شايف ايه في النادي الاهلي. واكيد كل مدير فني قاري كويس قوي ومذاكر الفريق الاخر، يعني دي نقطه مهمه طبعا. الفيصل بين الفريقين هو الفريق القادر واللي حاطط قدامه كده حصد البطولات، مين اكترهم عنده المقياس ده بنقول النادي الاهلي، فانا مش متحيز للنادي الاهلي، انا بقول النادي الاهلي حقيقه. يعني ده ما يمنعش ان برضه اكيد في المقابل انت عندك فريق الوداد لو قارناه بالنادي الاهلي مش هيطلع بنفس الكيفيه كحاصد البطولات، لكن عنده طموح مشروع. بس كره القدم مجنونه. طبعا. وعنده طموح مشروع ووصل بالفعل للنقطه دي. انا بس عايز استاذن حضرتك في حاجه، ان احنا الزملاء بيقولوا لنا لازم نطلع فاصل، فخلينا نقف عند النقطه دي بعد اذن حضرتك ونطلع فاصل ونرجع نكمل فيها بقيه كلامنا. اتفضل. رحب حضراتكم مره ثانيه ولسه حديثنا مستمر مع كابتن فتحي نصير، وانا وكريم اتكلمنا في كذا نقطه مهمه مع حضرتك قبل يعني ما نروح فاصل، منهم فكره هنا قراءه المشهد. حضرتك مش عايز تخش قوي في فنيات خاصه باللعيبه، طيب خلينا نروح للوداد شويه ونتكلم عن المشهد من الخارج، مش هنتكلم قوي في فنيات. لو رحنا لوليد الركراكي المدير الفني للوداد المغربي، هو كان ليه تصريحات في السابق وكان ليه تصريحات لسه امبارح كمان، وكان غاضب على فكره بالمناسبه برضو من الفريق بتاعه، لان كان في التمرين بالامس كانوا بيعملوا ستوريهات، فهو قال لك انت جاي تعمل احسن استعداد مش جاي تصور ستوريز. ده بالمناسبه تصريح خاص عن وليد الركراكي موجود يعني حضراتكم تقدروا تشوفوه. فالمشهد دلوقتي بنحاول نقراه من قبل المنافس، بعد كده نخش على النادي الاهلي. بتشوف استعدادات وليد الركراكي وفكره رؤيته لهذا او هذه المنافسه مع النادي الاهلي؟ في السابق هو قال انا صعب او هيبقى تحدي صعب والاهلي هو الاقرب للفوز، ده كان قاله عن لسانه كتصريح، بعد كده جه قال وصرح بده امبارح قال لك الفوز على الاهلي هيكون اكبر مفاجاه. فبتشوف ازاي التصريحين دول؟ بتشوف اصلا رؤيته او تحاول تقراه ازاي برضو كابتن فتحي؟ اولا حضرتك بتقول يعني ان احنا مش عايزين نخش في النواحي الفنيه، مش لان احنا ما نعرفش، احنا نعرف نتكلم. بس ما بتحبش يعني مش ما بنحبش، لان احنا التفاصيل الصغيره في المباريات النهائيه من الصعب جدا ان احنا نتكلم، هنتكلم في المطلق مش هنتكلم فنيات قوي، مش بشكل دقيق يعني، مش هيبقى فيه دقيق، هيبقى كلام مطلق، هيبقى كلام العام. انا شايف ان التصريحين الاثنين سلام جدا. ليه؟ هما مش عكس بعض. هو الاول ادى للنادي الاهلي حقه وقال الحقيقه. صحيح. الحقيقه ان النادي الاهلي هو فرصته اعلى، ان النادي الاهلي هو فريق البطولات اللي احنا بنقول عليه، ان النادي الاهلي من الفرق اللي من الصعب ان انت تفوز عليها ايا كان ملعبه، بيلعب بره ملعبه وبيلعب في ملعبه وفي جمهوره وكل الكلام ده، لانه تمرس على كده، ان بطولات يعني خبراته التراكميه لبطولات كاس العالم اللي كسب 3 بطولات الميداليات المركز الثالث في كل بطوله مرتين، مركز ثالث مركز ثالث مركز ثالث، ده بناء على ايه؟ لانه خدها بره ملعبه مش في القاهره. اذا كل دي متمرس عليها النادي الاهلي وعارفها. وفي نفس الوقت لما بيقول بقى لو احنا المفروض ان نكسب هتبقى مفاجاه، هو قال مفاجاه، طب ما هو بيقول الصح، يعني دي تبقى مفاجاه ان فريق صغير او فريق أيوة. زي الوداد يعني. خبراته اقل، امكانياته التاريخيه والتراكميه اقل من النادي الاهلي، مش صغير يعني فريق ضعيف، لكن انا ده وصل نهائي، معنى ان هو يوصل نهائي يعني فريق قوي جدا. لكن هو قارن بقى بين فرقته، بيقول هتبقى مفاجاه لو احنا كسبنا،
اتكلم صح. ربما كمان بيتحدث هنا لان الاهلي كان اخذ 10 ايام فتره راحه ما بين طبعا المباراه الاخيره وهيبقى مباراه بكره او غدا يعني، فيمكن هو بيتحدث ان ده هيكون ضغط اكبر هيمثله المشهد على فريقه مثلا. لا طب النادي الاهلي سافر، والسفر ده برضه فيه اجهاد. بالزبط. انت بتركبي طياره، انت بتركبي طياره وبتطلعي، وعشان تروح تركبي الطياره من هنا للمغرب 5 ساعات او 6، 5 ساعات ونص. ال5 ساعات ونص اللي انت بتركبيهم دول مش هتركبيهم يعني، مش هتبقي في النادي الاهلي وتلاقي نفسك تركبي تعدي 5 ساعات ونص، ضيفي عليهم قبلها ساعتين ان انت لسه هتروحي المطار، وبعدين المطار تعملي، وبعدين تشيك ان، وبعدين تخشي، وبعدين تركبي الطياره، وضيفي عليها بعد ما تنزلي الطياره ان هناك، وضيفي عليها النزول نفسه بيأثر على الجسم ازاي، والصعود بالطياره، والضغط اللي كانوا فيه اللعيبه قبل حتى ما يسافروا يعني. اذا الخمسه دول تحط عليهم اذا هناك رفقا يعني. طيب 10 ساعات، ال 10 ساعات ما هو دولت اجهاد، دولت عاوزين قدامهم يومين عشان انت اللعب. الحاجه الاكيده ان هي كما هي العاده، وكلامي ده ينطبق على دول شمال افريقيا بشكل عام، مش بس بتكلم على المغرب، بتكلم على المغرب وتونس والجزائر. يعني دايما لقاءاتهم مع اي فرق مصريه او لقاءاتهم كمنتخبات مع منتخب مصر بتبقى دايما لقاءات شديده الخصوصيه، وفيها دايما مساحه كافيه لوجود يعني مفاجات، بعيدا عن الحسابات التقليديه زي اللي احنا بنتكلم فيها، فكره الانجازات التراكميه وفكره الثقل والتاريخ الى اخره. ولو خدنا كمان في الاعتبار تفصيله ان هم بيلعبوا على ملعبهم وفي وسط جماهيرهم وعندهم الطموح المشروع ان هم يحصدوا هم اللقب بالظبط، فدي برضو كلها امور هتخلي المباراه اكيد مش سهله. هي المباراه افتكر كده هنقولها ونحط عليها تحتها 3 4 خطوط. التوفيق 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 يا رب. التوفيق لو ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا التوفيق في موسيمان يختار احسن مجموعه لعيبه في الوقت ده، والتوفيق ان اللعيبه تنفذ كلام موسيماني اللي هم هينزلوا في الملعب، التوفيق ان الحكم اللي دور كبير قوي طبعا ان يدي كل واحد حقه، احنا مش طالبين اكتر من حقنا، وحشنا الحكم اللي من الصنف ده. لا يعني ده يعني التوفيق اللي هو ما بقولش حكم، في حكام ما بتعرفش او بتغلط لانها ما تعرفش، لكن الحكم اللي فاهم والحكم ده احنا الحمد لله كله راضي عنه، الفرقتين راضيين عنه. فالحكم التوفيق في انه هو برضو يقود المباراه طبعا ويوصل بالمباراه ويدي لكل واحد حقه. التوفيق في ان الفرقه نفسها كمجموعه يبقى عندها التوفيق، ما انا ممكن في لعيب بيشوط الكره تضرب في العارضه وتطلع، في كره تضرب في العارضه وتخش جول. صحيح. هي الكوره بس ثواني او مليمترات. طب مين اللي بيخليها كده؟ التوفيق. صحيح. شفنا اكبر مثال بالامس يعني ليفربول وريال مدريد. على كل حال نورتنا كابتن فتحي، للاسف الوقت بيجري معاك والله، مش عارفه في ايه بقى. عشان قعدته جميله. شكرا لك نورتنا كابتن فتحي، بنشكرك على وجودك معانا. احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، وان شاء الله بمجرد العوده من هذا الفاصل نهاوند هتكون موجوده مع حضراتكم، ومعاها كمان دكتوره دينا ابو السعود، وهيتكلموا في الموضوع في منتهى الاهميه، تكوين خلايا الدم. ابتدت النوع ده من الموضوعات تبقى ليها اهميه كبيره في الزمن اللي احنا فيه اللي مليان فيروسات ومتحورات الى اخره، ربنا يعفي عننا جميعا. فاصل ثم رحب بيكم. والفقره بقى الاخيره اللي زي ما نوهنا عنها في بدايه الحلقه، بنتكلم النهارده عن فكره هنا يعني تجديد خلايا الدم، او ايه هي العناصر المفيده اللي ممكن من خلالها نجدد خلايا الدم، وهنتكلم مع مين اهم من دكتور دينا ابو السعود اللي بتنورنا دايما. بونجور. بونجور يا حبيبه قلبي. بيجي لنا كل اسبوع بموضوع بجد اهم من اللي قبليه والله. يعني بنتكلم النهارده عن العناصر المفيده لخلايا الدم، وازاي اصلا خلايا الدم بتفيد، ومهم جدا يتم تجديدها، ومهم جدا اصلا ان انت تخلي بالك وتطمن وتعمل تشيك اب، وازاي ممكن تؤثر بشكل سلبي لو ما فيش اهتمام. خلينا نعرف منك القصة كلها عشان برضو الصورة تبقى واضحة. طبعا خلايا الدم ده موضوع مهم قوي، ولازم أي حد فينا، ستات رجالة شباب من جميع الأعمار، يهتموا جدا بكفاءة الدم. ليه بقول كده؟ لأن الدم هو طبعا عنصر أساسي للبقاء على الحياة، أو مكون أساسي للبقاء على الحياة. الدم هو وسيلة مواصلات كل حاجة. أولا وسيلة مواصلات الأكسجين
بياخد الاكسجين ويوصله لكل الانسجه عشان الانسجه يدخل لها والخلايا تدخل لها اكسجين. فوانس لو الاكسجين قل هيحصل تعب ارهاق حاجات كتيره، الكسل المعتاد بقى بالظبط. خلايا الدم هي وسيله نقل هرموناتنا من الجلاندز او من الغدد اللي منتجه للهرمون لمستقبلتها في الخلايا. خلايا الدم هي وسيله مواصلات الخلايا المناعيه او كرات الدم البيضاء المسؤوله عن المناعه اللي بتحمينا من العدوى والبكتيريا والفيرال انفكشنز. خلايا الدم هي وسيله مواصلات الفضلات بتاعتنا واخراجها. لازم نعرف ان احنا نهتم بخلايا الدم جدا، وزي ما قلت لازم نعمل على طول تشيك اب للسي بي سي بتاعنا اللي هو صوره الدم الكامله، نطمن ان الدنيا سليمه. ولازم ناكل اكل فيه فيتامينات ومعادن او ناخد مكملات غذائيه مصرح بيها ومرخصه فيها الفيتامينز المهمه لانتاج خلايا الدم. حلو جدا. طب فكره انا لما اتكلم عن ازاي ممكن اكون واجدد، يعني البروسس بتمشي ازاي، فكره تكوين وتجديد خلايا الدم اصلا، وازاي المكمل الغذائي يقدر يساعد في ده؟ خلايا الدم هي خلايا بتتجدد، والخلايا بتموت ويرجع بترجع تاني تتجدد. ده باي ديفولت، ده بالظبط ده الطبيعي. واللي بينتجها نخاع العظم، ده حاجه اسفنجيه بتبقى موجوده داخل العظم اللي هو نخاع العظم، هو اللي بينتج لي الخلايا الجذعيه. والخلايا الجذعيه لما بتكون الدم بتطلع بقى على الدم. أوكي. انا عندي كرات الدم الحمراء دي المفروض بتقعد 120 يوم والكبد بتخلص منها ويرجع تاني نخاع الدم يفرزها تاني. عندي الخلايا الدم البيضاء دي بتقعد من ساعات لايام اللي هي المسؤوله عن المناعه. وعندي الصفائح الدمويه اللي هي مسؤوله عن تخثر الدم، ان لو حصل ان احنا اتعورنا لازم بسرعه يحصل ان الدم يجلط شويه ويعمل قشره عشان ما نهدرش دم او يحصل سيوله. والبلازما هي دي خلايا الدم. من اهم الفيتامينز المهمه جدا الداعمه جدا لخلايا الدم رقم واحد طبعا الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12 هو اللي بينتج لي خلايا الدم الحمراء. والزنك مهم جدا. انا قبل كده اعتقد يا نهاوند قلت لك ان الزنك مهم لاي خليه بتتجدد. زي ما انا قلت خلايا الدم دلوقتي بتتجدد طبعا. سواء 3 شهور اللي هي الخلايا الدم الحمراء وبتموت، الخلايا الجذعيه سوري الخلايا الدم البيضاء والحاجات دي، واي حاجه في جسمي بتتجدد، شعر، بشره، الضوافر، كل الحاجات دي بتتجدد محتاجين زنك. أوكي. طيب يبقى انا قلت زنك ونحاس مهم، وفيتامين سي مهم للدم جدا. يعني فيتامين سي طبعا للدم. طبعا يقول فيتامين سي احنا عارفين له اهميته للبشره، ناس كتير مش عارفه ان فيتامين سي هو اللي بيساعد على امتصاص الحديد. ما دام قلت دم يبقى ناخد بالنا من الحديد. نسبه الحديد، فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد في الدم. فطيب يبقى نعمل ايه؟ يبقى هناخد الكوبالامين، هناخد فيتامين سي، هناخد زنك، هناخد نحاس، عشان وطبعا فيتامين اي كمضاد اكسده. طب يبقى كل ده بقى عندي في قلب مالتي في، بدل طبعًا ما اروح اتبهدل واقعد ادور ورا فيتاميناتي وهنا وهنا، اروح اجيب قلب مالتي فيت اللي فيه كل العناصر اللي تكلمي عنها. بالظبط. قلب مالتي فيت اعتقد هو ممكن يكون صورته على الشاشه، او لو هو معانا فعلا على الشاشه. تمام. قلب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء. قلب مالتي فيت فيه 13 عنصر وفيتامين، مش بس لتكوين خلايا الدم الحمراء او لكفاءه خلايا الدم الحمراء. قلب مالتي فيت داعم للمناعه جدا. وموضوع المناعه كل مره اتكلم، المناعه مش حاجه اوبشن انا ادعم مناعتي. لازم طول الوقت جسمي يبقى قوي لاي بكتيريا، هجوم بكتيري او هجوم فيروسي. فداعم للمناعة الاحتواء على فيتامين سي والاحتواء على الزنك. عندي قلب مالتي فيت فيه كل، يعني بقول الكوبالامين لكرات الدم الحمراء، دي الكوبالامين هو فيتامين بي 12. الحلو في قلب مالتي فيت المميز فيه انه ملم بعائلة فيتامين بي كلها الكاملة. طيب فيتامين بي بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجات كتيرة جدا مهمة للجسم. التمثيل الغذائي، سرعة الأيض. على طول بقول مفيش تمثيل غذائي مفيش حياة. التمثيل الغذائي ان انا اقدر احول الاكل للطاقه، ان انا يبقى عندي المجهود احسن. يمكن في طاقات خفيه، نقل الهرمونات دي محتاجين طاقه. صح. التنفس وانا نايمه وانا صاحيه، كل ده محتاج طاقه. فيتامين بي 12 وفيتامين بي عائله فيتامين بي كلها بتعمل كده. عندي الزنك داخل قلب مالتي فيت، كلنا عارفين الزنك مناعه، شعر، بشره، وخصوبه عند الرجال.
بيدعم الخصوبه عند الرجال. عندي ايه كمان؟ عندي الكالسيوم داخل ألب مالتي فيت. الكالسيوم داعم لتكوين خلايا العظام ومهم لانقباض عضله القلب. عندي النحاس، فاعتقد ان ألب مالتي فيت منتج غذائي مكمل غذائي رائع ملم، مش هقول كل الفيتامينز، هقول معظم الفيتامينات الاساسيه اللي محتاجينها انتيك يومي يومي. يعني احنا اصلا ممكن نكون معظمنا نسب الفيتامينز اللي جسمنا بيحتاجها مش بنديها له كل يوم، وبالتالي على اللونج تيرم يصبح عندنا او بنكتشف يعني او بتظهر بعض الامراض لا قدر الله اللي بنيجي نقول يا ريتنا من الاول خدنا بالنا منها. صح يعني صح للاسف. هو موضوع الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها، معظم الفيتامينات والمعادن الجسم لا ينتجها ومع كبر السن برضه هو ومع أكيد اختلاف يعني الظروف. صح، لان انا لو حد سالني مين محتاج فيتامينز كتير، طبعا كبار السن لا غنى، الفيجنز النباتيين لا غنى. انا ما باكلش لحوم حمراء اطلاقا اطلاقا، فبتهيألي ده لا اطلاقا ده، لان اللحوم الحمراء هي اللي فيها فيتامين. يبقى انا عندي مشكله بقى في الحديد كده، الناس اللي زيي يعني. طبعا طبعا، لان الحديد هو بيبقى اكتر في الـ في الـ في الحاجات الحيوانيه. سبانخ فيها حديد، جرجير فيها حديد، كلنا عارفين، بس برضه لكن المصدر الحيواني الحديد فيه اعلى. فطبعا الفيجنز لازم ياخدوا مكملات غذائيه او فيتامينز مالتي فيتامينز يومي عشان يعوض النقص بتاع الفيتامينات والمعادن. طيب بصي بقى، في حد كان بيسال بيقول هو هل ممكن انا ما اعتمدش على يعني اعتمد على الفيتامينز من الاكل؟ هل ممكن ياكل اكلات معينه تدي له الفيتامينز اللي جسمه محتاجها بدل ما يلجا لمكمل غذائي، ولا الموضوع ملوش علاقه والمكمل الغذائي ده كده كده اساسي؟ فاهم حضرتك إيه السؤال؟ انا من وجهه نظري ان المكمل الغذائي الووتر سوليبل الفيتامينز القابله للذوبان في الماء تبقى اساسيه. ما خافش ان لو التركيز بتاعه عالي يتخزن في الخلايا ويعمل لي مشاكل. ألب مالتي فيت معظم الفيتامينز اللي فيه ووتر سوليبل، فانا بدعم جدا ألب مالتي فيت لان كمان تركيزه بسيطه، بلس التركيز اللي هي الفيتامينات مش عاليه، بلس ان مين فينا هيقدر يركز يوميا يوم. يعني عشان اخد الفيتامينز مطلوبه لازم السلطه يبقى فيها على الاقل 5 ألوان مضاد اكسده، لازم اركز في حاجات مضاد اكسده، الشاي الاخضر مضاد اكسده، يمكن الاسماك حلوه جدا كانتي اوكسيدنت، بس مين فينا هيقعد يفكر لا انا هاكل النهارده البروتين كذا، السمك كذا، البيض مش هيحصل يا دكتور. فطبيعي ان انا اخد مكمل غذائي. طبعا برشح ألب مالتي فيت، تركيزه حلوه جدا. ممكن يقولي حضرتك مثلا يا دكتوره دينا بتقولي ناخد ألب مالتي فيت، طب في كالسيوم؟ الكالسيوم ما ينفعش اخده بتركيز عاليه. الكالسيوم انا محتاجه في اليوم، لو انا مثلا او الستات مش حوامل او كده، محتاجين البالغين 1000 ميلي جرام، فبطمنهم ان الكالسيوم عندي 70 بس، فانت محتاجه اكتر اصلا مع الاكل بقى. مع الاكل لو هتكلم على الكالسيوم يبقى اذا الاكل حتى لو كان تمام وسليم وصحي وكل حاجه مع ده بيساعد، مع ألب مالتي فيت بيساعد، مش بيدو عمره ما هيضر، بالعكس هو هيوصلك للبرسنتج اللي جسمك اصلا محتاجها حتى بالزبط. لو كلت اكل صحي بالظبط. والفيدباك اصلا بتوع الساده العملاء رائع يا نهاوند. لا ده انا بشوف بعيني، انا بشوف بقراها بعيني بصراحه. لا حاجه فعلا جدا محترمه، نشاط، مناعه، قوه تركيز. عشان كده الطلاب اللي عندهم دلوقتي امتحانات برشح ليهم جدا جدا ألب مالتي فيت، هيلاقوا تركيزهم اعلى بكتير. ده كلام كبير. نخش بقى على أسئلة المشاهدين، لأن دايما من الأسئلة الواحد والله بيروح لنقاط ما تطرقش ليها. السؤال الأولاني ده أنا اعتبريني أنا اللي بسأله لأن دي الكيس بتاعتي أنا. هو أستاذ مدحت عادل بيقول صباح الخير، كنت عاوز أعرف إيه أسباب بداية الشعور بالنسيان في سن صغير؟ أنا بجد عندي مشكلة دي يعني، وممكن حاجة تبقى امبارح. ممكن لو هتكلم العوامل الخارجية، الضغوط النفسية، الاسترس، على طول بقول لي يا ستات نقلل الاسترس، لان الاسترس والكورتيزول لو حصل له خلل هرمونات. انا بارده جدا عايزه اقول لك، مش والله العظيم الموضوع ده مش عندي رغم بس انت اكسبشن يا نهاوند، انا مش بارده خالص يعني. انا بقول الاسترس على طول الوقت عندي. بصي انا وانا بسوق هتلاقي اللي ورايا دي وانا مش طب عايزه شويه برود والنبي يا نهاوند، بس الذاكره مش موجوده برضه. الذاكره مش موجوده. ما اعتقدش انك بتاكلي سكر كتير. لا ما باكلش سكر اصلا. برافو عليكي. ممكن يبقى في نقص فيتامينز ومينرالز، وممكن يبقى في نقص اوميجا.
ممكن الاوميجا ده. الاوميجا ما باخدش اي حاجه. الاوميجا مهم جدا، المخ بيحب زيت السمك. فالاوميجا مهم مع فيتامين بي، عائله فيتامين بي. اوميجا 3. اوميجا 3 طبعا. طبعا موجود في السلمون، موجود في الاسماك، ونقدر ناخده سبلمنت بره. أوكي. مفيش اي مشكله. ده المسؤول عن الذاكره مينلي، ذاكره ومناعه وحاجات كتيره جدا برضه. اوكي. والب مالتي فيت هيبقى رائع للذاكره، لانه بيحتوي على عائله فيتامين بي الكامله، لان فيتامين ب مهم جدا لدعم الخلايا العصبيه اللي في المخ. فالجرعه المناسبه لالب مالتي فيت لو عايزه اعلي الذاكره بتاعتي او ما ابتديش انسى كتير واعلي النشاط بتاعي. معناها نعمه والله. تبص لها في النهايه حاجه مش وحشه يعني. بس ماشي. ايوه. الكورس او الجرعه المناسبه مش كبسوله، تابلت. هو قرص تابلت واحده بس في اليوم. بعد الاكل بقد ايه بقى؟ بعد الاكل قبل لو انا بفطر فطار كويس، لان ما ينفعش الفيتامينز اخدها على معده فاضيه. اي اي فيتامينز يعني مش بس قلب. بعد الاكل بساعه مثلا على كوبايه ميه كبيره، عشان الميه هتسرع من امتصاصه. اوكي. هي قرص واحد بس، لا يتعارض مع اي دواء. هو سواء ست او رجل بياخدوا ادويه لاصحاب الامراض المزمنه، هو لا يتعارض، هو داعم جدا مع اصحاب الامراض المزمنه كمان. طيب، حد كان بيسال استاذه ناديه السيد، هي بتسال عن السن المناسب، هي عندها 16 و14 اطفالها، بس ايه بقى انا هضيف هنا، ايه السن المناسب اللي انا ابدا فيه اصلا؟ من سن 14 سنه، ابتداء من سن المراهقه. طب ليه مش اصغر؟ ليه الصغيرين ما بيعرفوش يبلعوا هو الكبسول القرص؟ اوكي. ده عشان طب صنعوا لنا بقى حاجات. لا، هو هم الاطفال شوينج ولا حاجه. الاطفال لو هتكلم على الاطفال، احسن لو يروح لدكتور اطفال بيديله بقى السيرب، الشراب اللي فيه الفيتامينز ده للاطفال. يعني من سن 12-13 سنة ممكن. هو آمن جدا، ما فيش أي مشكلة، بيتاخد كبسولة واحدة بس في اليوم، سواء بعد الفطار أو بعد الغداء. أوكي. طيب، عايزة أروح معاكي برضو لفكرة هنا، الملف الأساسي بقى خلايا الدم، وأوقات بيحصل دروب في الكرات الدم البيضاء، ويقول لك ده ليه تأثيرات كبيرة برضو، ده بيبقى راجع لنقص فيتامينز معينة ولا ده لإيه؟ لو هتكلم على لو هتكلم او على مرتفع حاجه كده، ممكن يكون مثلا في عدوى بكتيريه، في فيرال انفكشن، بيحصل له ارتفاع في خلايا الدم البيضاء، وبعد والدكتور يقول له مثلا كمان بيمشيه بقى على ادويه. يعني مهم برضو كل حاجه اروح للدكتور. لو لقيت حاجه في السي بي سي اللي هو الكومبليت بلاد بيكتشر مش مظبوطة اكيد انا بنصح جدا باستشاره الدكتور، لان لو عنده مشكله مناعيه الفيتامين مش هيعالج، لان على طول بقول ان الفيتامينات لا تعالج، هي داعمه للصحه فقط. فاكيد بقول وقتها لازم استشير الطبيب، واعتقد الطبيب كمان ممكن يتعاملوا بالب مالتي فيت، لان الب مالتي فيت ما فيهوش ماده فعاله تاثر على على, على 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 اي دواء. كويس. فلو حتى الدكتور كتب له على اي دواء يدعم بالب مالتي فيت، لانه مكمل غذائي ليس دوائي. طيب، انت عارفه احنا كثقافه عندنا ان احنا عايزين ناخد حاجه النهارده تاني يوم تبان. يعني فاهمه ازاي؟ صح. ما بنصبرش، عايزين نتيجه على طول، يمكن قبل ما نعمل حاجه اصلا. أيوة. فهتلاقي ناس عايزه تسال او تستفسر، طب انا امتى هيبتدي الجسم احس ان الهمدان مش موجود، الكسل مش موجود، المود بتاعي يتحسن، ليه كل الحاجات اللي بتعكس استخدام الب مالتي فيت، النتيجه تظهر باختصار امتى؟ هقول لك النتيجه، هتصدقيني لو قلت لك بجد في خلال 3 ايام هتلاقي التركيز والطاقه، لان ده لمسته بعيني. يعني بالنسبه لي وبالنسبه للناس اللي حواليا اللي جربوه، من ثالث يوم بتلاقي تركيز وطاقه ونشاط. حلو. ومود احسن. حلو جدا. الحلو في قلب مالتي فيت انت بتلاقي مودك بيتحسن، يعني المود نفسه بيبقى فيه تحسن، لان نشاطك بيعلى وسرعه الايض وسرعه التمثيل الغذائي بتعلى. لو لقيتي حد مكسل، اعرفي ان هو داخل في مود اكتئاب، داخل في مود زهق، الكسل والخمول، مش قادره انزل، ده بيجيب لي اكتئاب على طول. يعني بيجيب لي في ناس كتير كده. وبتضايق، لكن اول ما بلاقي عندي نشاط وبعرف انزل اخلص شغلي وات ايفر، خارجه مع اصحابي، خارجه مع اولادي، وات ايفر، بتلاقي ان اليوم كله مليان نشاطات اجتماعيه وحاجات كتيره جدا، فبتلاقي المود احسن. هنقول النتيجه ممكن في خلال 3 ايام، لكن لو هتكلم بقى على الشعر هيبقى اطول شويه اكيد. يعني انا بتكلم الحاجات اللحظيه اللي ببانها. اوكي. لان يقولوا لي الب مالتي فيت هو دعم للشعر، لانه فيه والبشره والضوافر زنك، نحاس، بيوتين، كالسيوم للضوافر كمان،
فممكن اقول لو هشوف تحسن في الشعر ممكن اقول في خلال 3 اسابيع هلاقي تحسن او في خلال 4 اسابيع هلاقي تحسن كويس. المهم الاستدامه على الفيتامين. اوكي خلوه ديلي روتين. ديلي روتين معلش برضو عشان الناس تبقى الصوره واضحه، انا هستعمله 3 شهور وبعدين اوقف مثلا اسبوع واكمل، ولا الموضوع ممكن ما فيش حاجه اسمها اوقف؟ يعني خلينا نعرف الدوز الصح. في طبعا بعض الفيتامينز اكيد بنوقف وشهر وبنرجع، ده بعض الفيتامينز، لكن الفا مالتي فيت انا ما عنديش، مش محتاجين نعمل ده. لا لا تركيزه حلوه، تركيزه مش عاليه، ومعظم الفيتامينات ووتر سوليبل. اذا انا ممكن يبقى لايف ستايل الفا مالتي فيت عندي. بالظبط بالظبط بالظبط. وارجع اقول الفا مالتي فيت عشان اطمن الناس كلها بتتفرج علينا، ان الفا مالتي فيت واخد ترخيص من هيئه سلامه الغذاء. احنا عندنا صفحه دلوقتي كمان لينك على الفيسبوك، اكيد اعتقد انها نزلت على الشاشه. هي معانا فعلا. اوكي وعندنا كمان ازاي نقدر نحصل على الفا مالتي فيت، موجودين احنا في كل الصيدليات، سلسلة صيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر. دي حاجة. تاني حاجة عندنا شركة بايو ناتشرال عليها أرقام الشركة، بنوصل لكل محافظات مصر، وأكيد السادة المشاهدين ليهم حرية الاختيار عايزين يشتروه من الصيدلية أو يعملوا أوردر عن طريق الأرقام دي، بس ما عندناش أي منفذ بيع. احنا ممكن تدونا كرتونة برضو عارفة، أنا متأكدة أن الناس هيسألونا احنا عايزين قلب فنوزع احنا كمان. أنا بجد والله أنا في ناس بتسألني عنه، أنا مش بهزر يعني. أيوة. من الناس اللي بتتابع بشكل كبير. دكتور دينا الوقت جري كالعادة حبيبي، بس ملف مهم ونورتينا، وهنتقابل في ملف تاني أهم إن شاء الله برضه. شكرا لحضراتكم على متابعتنا، الحلقة النهاردة كده خلصت، أشوفكم بكرة أنا وكريم وحلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي.